هذا الأسبوع ظهرت في وسائل الإعلام صورة للتاريخ، صورة للتاريخ واللي يعيش. لما بنتكلم على إزاي النادي الأهلي كون أول فريق لكرة القدم، تبدأ تبص في صفحات التاريخ وتشوف صور أبيض وأسود فات عليها أكتر من 100 سنة، ويقول لك ده أول فريق لكرة القدم في النادي الأهلي. ظهر أول فريق لكرة القدم النسائية في النادي الأهلي، صورة ظهرت في كتير من المواقع لبداية مباراة للأهلي في كرة القدم النسائية. كانت مسألة مهمة جدا، دي بأول فرقة لكرة القدم في النادي الأهلي. الأهلي في مواليد 2004، فاز في دوري الكرة النسائية على السكة الحديد 4-1. سجلت الأهداف، ولازم ان الناس تغير في الصياغه بقى، احنا كان كله واخد على المذكر سجل الاهلي، لا سجلت للاهلي بقى. اميره خالد هدفين، وهاجر ماجد كابتن الفريق، وشاهد دهاش هشام. وكان الاهلي فتح باب الاختبارات لتجهيز فريق الكره النسائيه مواليد 2004 في شهر اغسطس اللي فات للمشاركه في دوري الجمهوريه للناشئات اللي بينظمه اتحاد الكره. تبني فرقه من اغسطس في 3 شهور، تبني فرقه. شطة ده برضه شاطر يعني. شطة شاطر. كابتن شطة مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك. شاطر شاطر. يا كابتن عدلي، احنا زلمتك يا ابو كباتن. تحياتي، واحنا اسفين ان احنا سهرناك لغاية دلوقتي. والله انا لسه بالتويت القديم، انا الساعة 12 بالنسبة لي 12 ونص انا. كل تويت وانت طيب. طيب حبيبي، كل سنة وانت طيب. طيب انت كده بتسجل للتاريخ بقى، يعني احنا لسه بنتكلم على انه التاريخ للي يعيش بقى لقدام، هيتقال بعد كام سنه ده اول فريق كره نسائيه في النادي الاهلي عامه. الفكره بدات ازاي وماشيه ازاي ووصلت لفين؟ الفكره بدات اول ما انا حقيقه كلفت من الكابتن محمود الخطيب ان انا امسك الاكاديميات. انا طبعا انت عارف كنت من الديبارتمنت بتاعتي او الاقسام اللي انا في الاتحاد الافريقي كانت الكره النسائيه ماخذه جزء مهم جدا من الفيفا على ان تكون هذه اللعبه للكره النسائيه واخذه جزء كبير جدا، لانها هي لعبه مغموره في افريقيا. فكنت حريص جدا على انها كل العوامل اللي موجوده فيها من تطوير مدربات لمحاضرات لمثلا مباريات الامم كاس الامم الافريقيه، والى ان كمان عملنا بطوله للكره النسائيه دوري الابطال للكره يعني للانديه. ما كانش فيه للانديه دوري ابطال لكره السيدات، الحمد لله في الوقت اللي كنا ماسكين فيه الحقيقه اللجنه الفنيه استطعنا ان نعمل دوري للانديه في افريقيا زي كاس الامم الافريقيه. لما جيت الحقيقه مسكت الاكاديميات، كان في بالي ان انا اعرض هذا الامر على الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط. الحقيقه كنت متحمس جدا، بس الحقيقه كان في امتعاض في الاول او عدم رغبه شديده جدا، لانه قبل كده في ناس طلبوا يتعمل وجدوا انها ممكن ما تبقاش مفيده. فانا الحقيقه كنت حريص جدا على ان انا ابداها فين، في مدينه نصر. هي استعنت الحقيقه بمدربه خبيره كبيره جدا، يعني الحقيقه الكابتن اميره يوسف، هي من لاعبات كره القدم في 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 مصر ومنتخب مصر من فترات طويله، ولها خبره كبيره جدا وحاصله على الرخصه بتاعت الكاف، وحقيقه استعنت بيها وعملت الاكاديميه. كانت ناجحه جدا في السنه الاولى، يعني من السنه اللي فاتت بس كانت ناجحه جدا، فطلبنا ان نعمل كمان اكاديميه اخرى في الشيخ زايد، والحمد لله الحقيقه الاكاديميتين كنا حريصين على انه يمارسوا فيها اللعبه، ولكن الطلب الشديد جدا من اولياء الامور انهم عايزين يلعبوا دوري، لانه في حقيقه دوري موجود في مصر للكره النسائيه على مستوى مراكز الشباب وعلى الدوري الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، كل الحاجات دي كانت موجوده، بس احنا عشان بعاد جدا في النادي الاهلي ما عندناش فكره عن الموضوع ده. طبعا وادي دجله هو الرائد في هذا الموضوع، لكن استطعنا احنا دلوقتي من خلال اللاعبات اللي موجوده في الاكاديميات نشكل فريق، وعملنا اختبارات الحقيقه، جت لنا كميه كبيره جدا من اللاعبات الحقيقه، واستطعنا نكون فريق في 3 شهور. الحقيقه كرة القدم النسائية فيها مشاكل فنية كبيرة جدا، اللي هي المشاكل البدنية والحقيقة الكمال القوة المفروض تبقى ممزوجة بالسرعة غير موجودة، لكن استطعنا اننا في 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 فترة قليلة جدا نشكل هذا الفريق. كنا عاملين 2005، لأن 2004 دي كانت كأنها فريق أول،
او دوري يعني فريق اول يعني. فقلنا خلينا نبدا بالصغيرين الاول. الاتحاد فاجئنا اتحاد الكوره انه قال لك لا احنا ما عندناش 2005 2004، فاضطرينا يعني نغير الفكره ونبدا ثاني اختباراتنا عشان نجيب 2004. ال 2004 يعني 19 سنه، يعني هذا الفريق السنه الجايه هيلعب دوري ممتاز يعني. فبالتالي اصبح لنا طلبات كثيره جدا، وانا بلغت شركه الكوره الحقيقه، وبلغت الكابتن عادل القايه برضو احنا محتاجين برضو لملابس من الشركه الراعيه، عشان برضو لازم نظهر بنفس المظهر بتاع الكره في النادي الاهلي عموما. والحقيقه التزمنا بهذا الامر، واضطرينا اخيرا اننا يعني ناخذ الحقيقه الملابس اللي هي الراعيه للنادي الاهلي، وكمان انه كمان الحقيقه الكابتن خالد ديب ادانا برضو بعض الملابس تيشيرتات والحاجات اللي هي فيها الاعلانات للنادي الاهلي. وكمان الحقيقه الكابتن وليد سليمان ادانا برضو من قطاع الناشئين. نشكر كل الحقيقه يعني دبرتها برضو انت. نعم دبرتها برضو ولمتها انت. ما انت بس بص يا كابتن شطه، وده اللي قلته لك. ما انت بديتش انت ما هو انت عشان تسوق يا منعم الوحيد اللي عشان 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 الناس عشان الناس احنا عشان نجيب لك رعاه، وعشان نجيب نكلم شركات عالميه، ولابد ان الناس يشوف حاجه يعني. ما كناش هنقدر نحكي احنا بنعمل، لكن النهارده لما الناس هتشوف وتشوف الاداء، ولذلك انا عايزك تبتدي بقى تصور الفرقه دي، ونبتدي نشوف ازاي نعرض لها بعض اللقطات، عشان يبقى واقع نقدر نتعامل معاه في السوق، ونقدر نعمل لك كل الطموحات اللي في دماغك. لكن مؤكد ان دخول النادي الاهلي في مضمار كرة القدم النسائية مؤكد انه هيعمل نقلة، ولكن هيجيب لنا طبعا دوشة تانية. محدش عايز الاهلي يخسر، لازم تكسب ولازم تاخد البطولة. ما انا بقول انا بقول مهما كانت الحقيقة احنا في طور التجربة. وبعدين بلغت البنات الحقيقه اللاعبات، وبلغت المديره الفنيه اميره وكل الناس، قلت لهم احنا مهما كانت الظروف يجب ان نلعب من اجل المكسب، حتى لو كنا لسه ما عندناش. لا وانا شايف دلوقتي طريقتهم مع بعض، وهم بيحيوا وهم بيحتفلوا، لا في روح الاهلي موجوده، وانا ثقافه الاهلي ده، حتى هم بيحتفلوا عاملين النسر وعلامه النصر برضه. فانا متاكد انهم لو تربوا كده هيكسبوا باذن الله. عموما كمان انا بس بضيف حاجه، انه النادي الاهلي في التجمع الخامس يعني كان حقيقه بالنسبه لنا هو ملعب النادي الاهلي للكره النسائيه، اللي هو ملعب الاكاديميه في التجمع. طبعا التجمع يعني فيه بنيه تحتيه عاليه جدا، في ملابس للسيدات يلعبوا فيها، وفي للاكاديميه، ومبنى متكامل. فالحقيقه قررنا ان يكون هذا الملعب هو ملعب النادي الاهلي للكره النسائيه، يعني يعمل فيهم تدريباتهم ومبارياتهم كامله، في وجود الحقيقه مدير النادي الاستاذ احمد النحاس الحقيقه مشكورا، وكابتن محمود الخطيب يعني كلفوا بان يكون هناك طبعا دعم كبير جدا من النادي هناك لهذا الامر، مع الاكاديميه طبعا اللي موجوده هناك بيشرف عليها الكابتن عمرو حلواني طبعا لاعب النادي الاهلي السابق. وحقيقه هذه الاكاديميه الان تعتبر من اكبر الاكاديميات في مصر كلها، في اكثر من 1500 لاعب لم يتجاوز الاشتراك فيها 3 شهور. فبالتالي احنا 1500 لاعبه ولا لاعب؟ لا ده بالنسبه للاولاد. بالنسبه للبنات حقيقه كابتن محمود الخطيب مشكورا وافق على ان نعمل اكاديميه للكره النسائيه في التجمع الخامس، ودي طبعا الاقبال كبير عليها جدا دلوقتي، واحنا لسه في طور انشائها، لانها برضه هتضيف لنا برضه لاعبات. وحقيقه الانديه كلها يعني اللاعبات اللي في الانديه كلها عندهم برضه الرغبه انهم يعني يشاركوا معنا في هذه الاكاديميه، وبالتالي احنا عندنا فرصه كبيره جدا السنه الجايه يكون عندنا 3 فرق، 2 ناشئات ان شاء الله، وبعد موافقه مجلس الاداره اذا كنا هنلعب دوري على مستوى الدرجه الممتازه ولا لا. لسه هذا الامر متروك للحقيقه للجنه التخطيط، عشان نبدا كمان نخش بقى في بطولات افريقيا الكره النسائيه ان شاء الله. اوبا، قول لي طيب اشتراطات الكاف في الترخيص على الانديه ان يكون عندها كره قدم نسائيه، مش كده؟ احنا من 3 سنين الحقيقه، وفي وجودي انا لما كنت موجود كان هناك اجبار من الفيفا على ان تكون حقيقه كل الحقيقه الانديه المشاركه، الاتحاد الافريقي طبعا والمكتب التنفيذي قرر من سنين يعني انه لازم ان يكون هناك فرقتين ناشئتين للكره لكل نادي مشترك في البطولات الافريقيه رجال وسيدات. بس الحقيقه الامور ما كانتش فيها الزام واجبار الا السنه دي، السنه اللي فاتت
في الكونفنشن او في الحياه بسمها احنا الترخيص الانديه اللي هي الكلاب لايسنسنج. طلب الاتحاد الافريقي ان لازم على كل نادي يلعب في البطولات الافريقيه ان يكون له فريق كره نسائيه. وطبعا الحقيقه حتى الدوري اللي هو الافريكان فوتبول ليج ده او اللي بتلعب حاليا ده لازم كل فريق بيشارك فيه يكون له فريق كره نسائيه، وده شرط اساسي من الترخيص. عشان كده الحمد لله احنا كنا حريصين على ان نبدا قبل ما يكون في الزام واجبار من الاتحاد الافريقي. الاهلي لما بيجي يعمل حاجه بيكمل ملفه بشكل كامل، فالرخصة بتيجي صح، سلامة مالية، التزام بتعليمات الفيفا مش كاف. الفيفا هو بيقول الفيفا الفيفا هو الفيفا بيطلب من الكاف، والكاف هو اللي بينفذ طبعا. ايوه ما انا فاهم، بس هو قرار دولي يعني. وهنا يجب بجد يعني نقول الله يمسيكي بالخير يا صحري هواري، لانها نضلت كثيرا من اجل صحيح. تأسيس هذه اللعبة على مدى اكثر من 20 سنه اهو. صحيح. واخيرا دخل النادي الاهلي. طيب كابتن شطه، ما ينفعش تبقى معانا وانت بتتكلم على الافريكان سوبر ليج بقى بكل مشاكله. انت كواحد من الكوادر الكبيره اللي كانت في الاتحاد الافريقي، شايف العلاقه بين الاتحاد الافريقي والشركه الايطاليه الراعيه للبطوله، وان تقريبا البطوله الكاف مش مسؤول عنها بنسبه كبيره، والوضع اديك شايف مواعيد بتتغير وما هياش بالانضباطيه اللي كان عليها الكاف وسمعته، شايف الموضوع ازاي؟ والله الموضوع ده عشان تبقى عارف يعني نوقش من خمسه او سته سنوات البطوله اللي هي عايزين كانوا يسموها هي مش سوبر يعني هي مش سوبر ليج، كانوا عايزين يسموها للانديه الابطال عشان يجيبوا فيها مجموعه 8 او 10 او 12 نادي يلعبوا دوري. بس طبعا حقيقه كابتن السيد الرئيس عيسى حياته السابق قال يا جماعه احنا دلوقتي عندنا مشكله انه الدوريات في هذه البلاد مضغوطه جدا، وعندهم مشاكل كبيره جدا في منافسات كاس امم افريقيه، تصفيات كاس عالم، عندنا برضو دورات اولمبيه وتصفيات اولمبيه، مش هنقدر نعمل هذه البطوله. لكن هي الفيفا كان حريص انه عشان 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 ايام احمد وبعدين جه الحقيقه متشابي طلب منه انه ينفذ هذا الامر، لانه الحقيقه الاتحاد الاوروبي ما ساعدوش. فهذه البطوله الراعي بتاعها الاول والاخير هو الفيفا. بدليل انه انفنتينو والحقيقه وكولينا ومعاهم ارنست فينجر كانوا حاضرين الافتتاح، يعني دي اول مره تحصل افتتاح دوري ابطال او ليج يهدروا الفيفا. فبالتالي هو كان حريص جدا على انه يكون موجود في تنزانيا في هذا. لكن الحقيقه البطوله دي لو الاهلي هيشترك فيها مستقبلا وهتبقى 24 نادي لا يمكن النادي الاهلي يقدر يشارك فيها وبطوله دوري الابطال. مش كده برضه؟ دوري الابطال هيتحول دوري الابطال من دوري الابطال الى الافريكان فوتبول ليج، فبالتالي هتلاقي بعد كده دوري الابطال ده ما فيهوش انديه تستطيع من خلالها تقول هذه البطوله يعني قويه، لكن اتمنى ان لا تموت هذه البطوله الشامبيونز ليج لانها بقى لها من الستينات بتتلعب، فحرام تيجي تلغيها وتخلي مسمى اخر وتغير الموضوع. فانا بالتالي بعتقد ان الشركه الراعيه الايطاليه دي اللي هي دفعت دلوقتي حوالي ما اعرفش اكثر من 28 مليون مكافئات او حاجه بالشكل ده، ورفعت المكافاه الى 4 مليون، فبالتالي السنه الجايه لو ما هو 24 نادي اشرف على 120 مليون، فبالتالي بعد كده مش هتلاقي بطوله دوري ابطال. فدي مشكله كبيره جدا حلها ما اعرفش ازاي هيحصل، لكن انا متاكد ان البطوله دي مرت بمشاكل كبيره جدا، بدليل ان مباراه الوداد مع نيمبا حصل فيها مشكله كبيره جدا انه ما خدوش بقى فيز وما خدوش بقى تصريح للطائره عشان تنزل، الطائره رجعت تاني لنيجيريا، فده امر خلى البطوله شكلها يعني مش عايز اقول فيري ويك، خلاها بقى مهزوزه جدا، بدليل اجلوا له المباراه ورفضوا للنادي الاهلي ياجلوا له المباراه. وان شاء الله بالتالي انا اتمنى للنادي الاهلي تؤجل المباراه الثانيه بتاعه سان داونز، يعني مش معقوله ترجع من هناك يوم الاثنين وتلعب يوم الاربعاء، استحاله يعني. فده امر مهم جدا ما يكونش بقى في ضغط المباريات بهذا الشكل، عايز تنجح بطوله دي فرصه استراحات، ادي للانديه فرصه برضه. مش معقوله كمان انا متاجل لي دلوقتي بالدوري اربع ماتشات او ثلاث ماتشات في الدوري المصري، ودي حاجه بتعمل لي عبء زياده، ولسه في دوري الابطال هيتاجل لي، ولسه في بطوله كاس العالم للانديه هتاجل لي، العمليه في منتهى الصعوبه يا كابتن عدلي حقيقه. يا شطه يعني دائما نستفيد من مداخلاتك ومن معلوماتك، ولكن نتمنى لبناتك كل التوفيق. انت كده حاجه يا كابتن، عندنا ماتش يوم السبت. انت دخلت التاريخ كده يا كابتن حبيبي، ربنا يخليك، احنا اللي دخلنا النادي الاهلي دخل التاريخ يا كابتن. كلنا بنسعى من اجل ان يكون الحمد لله هو النادي الرائد. الحمد لله كابتن. شكرا جزيلا يا كابتن.
شكرا كابتن ابراهيم، شكرا يا كابتن علي، شكرا جزيلا للكابتن شطه. وديكم شفتوا اللقطه التاريخيه اللي انا قلت لكم للي هيعيش قدام هيقول اول مباراه في اول بطوله واول صوره لفريق الاهلي للكره النسائيه، اعتقد بدايه لكن من